نقول ان احنا مش هنركز في بيوتنا ومش هنقعد مع اولادنا علشان مش فاضي بناكل عيش والكلام ده. انا بحب الحقيقه المدخل بتاعي الابروتش يعني للابهات يكون مختلف شويه، بحب اطمعهم. ازاي؟ احنا بنتولد كده بالفطره كل واحد عايز يكسب مننا، عايز يزيد. يعني اللي عنده عجله عايز موتوسيكل، واللي عنده موتوسيكل عايز عربيه، واللي عنده عربيه عايز طياره الى اخره، واللي عنده اوضه عايز شقه اوضتين، واللي عنده اتنين عايز ثلاثه. طبيعه البني ادمين صحيح. اللي بيسيب نفسه للطموح المادي فقط ما بيشبعش وعمره بيعدي على الفاضي. فبنقول ايه؟ حد اطمع عن الرجال ازاي؟ اقول لهم المكسب، مكسب نوعين، مكسب محسوس ومكسب ملموس. كويس. الملموس ده اللي هو المادي، احنا بسبب تتابع السنين والعقود والزمن يعني بقينا متصورين ان المكسب فقط مكسب مادي. ليه؟ المستثيرات اللي حوالينا كتير قوي. صحيح. فانا عايز اطول منها، يعني ما يبقى قدامي 100 حاجه غير لما يبقى قدامي 1000، وعمال اشتغل علشان اطول الحاجات دي الملموسه وعمري ما بطولها كلها. والغريب ان الناس اللي بتطولها او بتطول كتير منها بيقول لك برضه انا مش سعيد، مش حاسس اني عملت حاجه، او مش مبسوط، مش سعيد. بالظبط. كويس. فبنقول لازم يبقى في ميزان ما بين المكسب المحسوس ده والمكسب الملموس. كويس. المكسب المحسوس ما بيجيش عن طريق اشياء بتشترى، بيجي عن طريق قيم واحاسيس الناس بيدوها لبعض. كويس. يبقى انا لو اب ورتبت اولوياتي في حياتي على اني انا مسؤول فقط عن اني اشتغل واجيب اكبر كم من الماده من الفلوس لبيتي عشان يكبر وعيالي يبقوا لابسين احلى ويدخلوا مدارس اكبر، وما بفكرش في اني ابني جواهم وجوايا انا اللي يشبعني ويعيشني سعيد معاهم. ايوه ده مهم يا دكتور. بضيع واتوه في الدنيا زي ما ناس كتير قوي حصل لها دلوقتي. الغريب انك بتلاقي ناس بقى لها 20 و30 سنه بتشتغل وبعدين بقى عنده فلوس وعنده بحبوحه واسعه من العيش يعني. ولما يجي يرتاح ما بيرتاحش في بيته. ليه؟ ما بناش لنفسه في بيته مكان من 20 سنة يقدر لما يبقى عنده مادة يقعد يريح في البيت ده. فبسمعها بقى من الأولاد والزوجات كتير قوي الفترة دي في العيادة يعني. يقول لك أنا مش طايقه الأب. أنا مش عارف هو ليه يعني بيتدخل في شؤوننا وأمورنا. الولاد اللي بيقولوا الولاد يقولوا على أبوه. على أبوه كأنه حد غريب. فأطلب من الزوجة مثلا أشوف الأب أقعد معاه شوية، يقول لي ما أنا يا دوب يعني على بال ما فوقني بقالي العيال عندهم 20 سنة فعايز آخد عليهم وأعرفهم. جيت أدخل وأعرف حياتهم مش قابلين. كويس. دكتور أنا هقف عند حتة مهمة جدا، هي ممكن تبقى الزوجة ليها دخل في حاجة زي كده؟ الزوجة يا فندم هي العمود الفقري بالضبط. للبيت. أنا عايزة بقى الحقيقة أرمي بقى يعني أقول برضو يعني المسؤولية. من السيدات الفاضلات اللي كانوا عملوا كومنتس لحضرتك بتقولك أنا بقول لجوزي مقتطفات على مدار اليوم من اللي حصل، بحيث الراجل يبقى على طول مشترك فاهم. على فكرة اللي ده حل، ده حل على فكرة. حل هايل. ولكن ما ينفعش انها تفضل طول الاسبوع تقول له، لازم وقت في الاسبوع هو يبقى موجود ومشترك في احداث ومجريات الاسره في البيت. يعني لازم يقضي وقت مع اولاده ومع زوجته، يشوفهم بعينه ويكلمهم فيسمعوه ويسمع منهم فيعرف عنهم. وبعدين بقيه ايام الاسبوع، ده انا بتكلم على الويك اند يعني. بالظبط. ومفيش حد بيشتغل 7 ايام 24 طبعا ساعه، مفيش طبعا كلام. طبعا. كلنا بيبقى عندنا يوم، نص يوم، 4 5 ساعات نقدر نقعدهم في بيتنا. قصه الرجاله اللي تستثمر الوقت ده ويقول لك انا عايز اريح دماغي. تريح دماغك من ايه؟ ويروح يقعد على القهوه مثلا. تريح دماغك من ايه؟ ده انت بتفقد النعمه بتاعت انك تستمتع بزوجتك واولادك وبيتك. على فكره يعني انت حضرتك قلت نقطه وسبحان الله، مش عارفه ده عدم رضا بقى من ربنا ولا ايه، انه فعلا ربنا مدينا نعم زي نعم العلاقه دي الجميله دي، النعمه الكبيره دي ان انا عندي اسره وعندي علاقات، ده دم بيني وبين اولادي وغيره وغيره، وده انا مش شايفه وبروح اقفل على نفسي اوضه او ابص في الموبايل او اقرا في جرايد او اخرج مع اصحابي. ايه ده علم؟ دي نعمه كبيره كلنا يعني الاسره كلها حتى الاولاد. اللي حضرتك بتقوليه ده علم. اللي ما بيعملش كده قله علم يعني جهل حقيقي. الجهل في ايه؟ في انه بيظن الراجل ان هو شغلته انه يفضل يسعى في الدنيا ويقابل ناس ويجيب فلوس فول ستوب. طب انت بتعمل بيها ايه؟ يقول لك بجيب لهم حاجات وبجيب لهم اكل وبجيب لهم بتاع. طب انت يعني لو ما جبت لهمش الاكل اللي ب 10 جنيه مش هتعرف تجيب اكل بجنيه مثلا. اللي عايز اقوله برضو مهم قوي للساده المشاهدين يعرفوه.
اكتر حاجات بتسعد البني ادمين يا اهل الخير حاجات ما بتشتراش. يعني يقول لك الفلوس تقدر تشتري اي حاجه الا السعاده. صحيح. وتيجي تدوري على السعاده ما تلاقيهاش، بتيجي الا من الاحساس بالطمانينه. والاحساس بالطمانينه ما بيجيش باني شايل في الدولاب جوه حجم من المال قد كده ابدا. انا ممكن اكون شايل حجم من المال قد كده وشاكك في مراتي انها عايزه تاخدهم تجيب لنفسها فساتين، ولا في عيالي ياخدوهم يشربوا بيهم حاجه ساقعه في الشارع. السعاده ما بتجيش الا بالطمانينه، والطمانينه ما بتشتراش. لازم يدفع ثمنها تركيز وجهد. يبقى حضرتك بتقولي حاجه ظريفه جدا، اكن احنا بنتكلم على ان في علم اسمه علم السعاده او علم الزواج مثلا، ان ازاي اقيم اسره صحيحه. الناس الحمد لله في ناس دلوقتي عندها من الوعي اللي قبل ما يتجوزوا يسالوا يقولوا هو الجواز ده يعني ايه، او يقروا او الحقيقه حاجات كتير. يجوا يخلفوا يقول لك قبل ما اخلف انا عايز افهم يعني ايه خلفه واعمل ايه مع الولاد، هتعمل ازاي. بس السواد الاعظم من البشر ملهيين في حاجات تانية. صحيح. للاسف احنا كمان بقينا في الواحد بيلاحظ حاجه غريبه جدا، يعني ربنا يعافينا، معظم الشعب المصري السواد الاعظم منه دلوقتي بقى ما بيشتغلش. ومعظمه اللي ما بيشتغلش ده بقى فلاسفه. فلسفه يعني تقعدي مع اي حد تلاقيه فاهم كل حاجه في الدنيا من الفراغ. نقول طب ما انت تستثمر شويه من الحكم على الامور، وانك عمال تفكر في اوهام مالكش انت علاقه بيها اصلا، وتروح تقعد يا اخي في بيتك شويه تشوف بيتك داير ازاي، تقوي اواصر العلاقه بينك وبين ولادك وبينك وبين زوجتك. لانه يقول من الفلاسفه العباقره القدام، يعني كان يقول لك سيناريو كده، يقول لك كل الناس على فراش الموت، ربنا يدي الناس جميعا الصحه والعافيه ويحسن لنا الخاتمه يعني. ما بيفكروش في عندهم بيوت قد ايه، ولا بيفكروا في مكتبهم ولا في شغلهم. يبقوا عايزين حاجه واحده بس، اللي بيحبوهم يبقوا جنبهم. صحيح. يقول لك اي حد على فراش الموت بقى مات عنده مثلا 90 سنه وعنده ثروه بليون دولار، ما بيفكرش في الثروه، بيفكر انا عايز جنبي اللي بحبهم. طيب انت بتقعد 50 و60 سنة ما بتستثمرش في انك تعمل علاقة صادقة مع زوجة ولا مع اولاد ولا مع صديق ولا مع بتاع، جاي في الاخر تشتكي. لان ناس كتير قوي في اخر عمرها يقولك يبتدوا الناس تجيلهم اكتئاب. ليه؟ شريحة كتير كبيرة من الرجالة اللي بنشوفهم يعني يجيله اكتئاب وهو عنده 50 60 70 سنة، اكتئاب ثانوي نسميه، مسبب بايه؟ يقولك انا تعبت وشقيت وعملت، وبعد كل ده مش لاقي حد اشاركه بقى ويشاركني ويحس بيا ويطبطب عليا. اقول له طب وانت لحد ده انت هتشتريه بفلوس؟ بتلاقي ناس كتير قوي يجيبوا خدامين وسواقين وسفرجيه وتمام. صحيح. التمام. وتيجي تسالين انت ليه كل ليه الزروطه دي يا بابا، يعني ال 15 واحد بيخدموك انت مين؟ يقول لك ما انا عايز ونس. عايز نفس. الكلمه دي نسمعها كتير، عايز نفس حواليك. بقى ربنا مدينا النعم دي كلها واحنا مش طب انت حضرتك مثلا زوجتك توفاها الله ولا حاجه، يقول لك لا موجوده بس بتعمل شوبينج في فرنسا. صلاه النبي. طب ولادك فين؟ يقول لك مثلا واخد المركب بتاعي بيتفسح. انا هوقف بقى حضرتك عند حاجه مهمه جدا، وهي انه انا بقول حاجه يا دكتور، فلسفه ان الاب يشتغل طول الوقت شغله واثنين وثلاثه ويتعب جدا ويفقد صحته ويفقد وقته وما يستمتعش، كل ده حبا في ولاده، وهو مش واخد باله انه يعني كل ده احنا متفقين ان ده حبا في ولاده، هو عايز يبسط ولاده، عايز يجيب لهم كل حاجه. ولاده مبني على جهل منه. ما هو طبعا ويظن طبعا ان ده انا بس هكمل النقطه يا دكتور. اللي انا بقى عايزه اقوله، لو الاب فعلا بيحب ولاده بعلم زي ما حضرتك بتقول، هو ولاده فاقدين حاجه مهمه جدا جدا جدا، هو واخد منهم حاجه مهمه جدا جدا، وهيربيهم على كده لدرجه انه في يوم من الايام يقولوا هو ليه بيتدخل في حياتنا؟ مين ده اساسا يعني؟ يعني هو مش مخلي عندهم توازن نفسي، مش مخلي عندهم سعاده، هو السبب فيها. طبعا بتكلم على الام والاب بس، يعني احنا النهارده مركزين في النقطه دي. فانا بقول فعلا هو اكيد بيحبهم، فهو لو بيحبهم بجد لازم يشبعهم من الناحيه دي. الله يفتح. الجميله اللي احنا بناخدها لو رحنا الناحيه الثانيه مش في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، ضغوط الحياه دي اكيد هنقدر نتغلب عليها. ده انا هقول لحضرتك بس حاجه مهمه جدا بالاستاذه هاني الله يبارك فيها. وجود الاب والاضافه اللي بيضيفها للزوجه لما بتشوفه موجود وبيبتسم في وشها حتى لو ما عملش حاجه، ده لوحده اشباع ليها. احسن ما يجيب لها هديه على فكره كبيره وحاجه الماس حتى. ماشي يعني يعمل كده ويعمل كده. يعمل كده ويعمل كده. انما الشاهد في الامر ان رجاله كتير قوي يقول لك يعني انا بدفع وبدي وبجيب وبعمل فكفايه عليهم كده، ما عايزين مني ايه تاني؟ بالزبط. انا عايز اقول له هو يا اخي ده انت بتبني في ولادك بوجودك وبكلمه طيبه بطبطبه على الولد بالذات لو الولاد بقى كمان. عشان الحمد لله عندي ولاد وبنات. ربنا يديك. الولد الطبطبه عليه من ابوه
ما هقول لك ايه، بس ملهاش مثيل ولا زي في اي شيء تاني في الدنيا للولد. لو هو جاب له بقى لما تدخل كذا جيب لك عربيه، الحياه كلها للولد، وبكلم على الاطفال كمان مش المراهقين. لو الاب ساب ابنه لحد ما بقى مراهق وما عملش معاه علاقه، ده كل سنه وانت ما تجيش بقى لما يكبر ابنك تشتكي وتقول لي ده بيشرب مش عارف ايه، ولا مش عارف الاقيه، ولا بيتاخر بره، ولا مانيش عارف صحابه. الاب وجوده في البيت للام وللاولاد، وعلى فكره وجوده انا مش قصدي انه يفضل قاعد يعطل يعني، انا قصدي الكواليتي بقى، الكيفيه بتاعه وجوده. أيوة. يعني ما انت عندك ناس كتير قوي عواطليه برضو في بلدنا ودلوقتي في الزمن ده، قاعد في البيت طول النهار، وساعات مراته بتشتغل يقول لها بس هاتي لي علبه سجاير وانت مروحه، ولا علبتين واديني 10 جنيه اجيب ساندوتش وخلاص. ده بقى كتير ما بيعملش حاجه. صحيح. انما الكواليتي يعني انا ابقى مسؤول عن وقتي اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوني. ما هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الوقت بتاعي ده اللي ضايع ضايع. لو انا قاعد في بيتي ان شاء الله ساعه في اليوم مركز ومنتبه ومهتم بالبشر الكائنات اللي عايشه وبتتحرك، مش قاعد سرحان في التلفزيون، ولا انا قاعد ماسك الحديده اللي هي التليفونات دي والشاشه عمال ادوس فيها واعمل وبتاع، قاعد بتكلم مع الولد وبتكلم مع البنت وببص للست. عارف حضرتك كلمه الله يكرمك يعني مثلا، انا والله ما عارف انت سبب الخير للعيال دي، ادعي لي دعوه. ما تقولي لي انت مالك زعلانه ليه النهارده، ده الكلام ده في 10 دقائق في ربع ساعه. هو مش الكلمه دي هو لوحدها اللي بيعملها من الرجاله اللي بقابلهم، انا اقول له بس اعمل التريك دي الطريقه دي، يعملها ويجي يقول لي ايه ده الست هتتجنن، ده شالت لي البيت على كتافها ونفضت السجاجيد في البلكونه وبتاع، مع ان كانت بتقول لي ظهري بيوجعني زي كل ستات مصر ورجالتهم طبعا. فرجاء لو كانت نصيحه لاهل الخير اللي بيسمعونا، الرجاله لما تقعد انت قاعد كده اعملها يا اخي بجميله، ويقينا العائد بتاعها عليك هيكون افضل من مليون شغلانه ومليون جنيه هيجولك. صحيح صحيح يا دكتور.